النهارده حبيبك كان موجود في التمرين النهارده. ده ابني وحبيبي، ابني طبعا البكر من ضمن اولادي. عشان نقول على الهوا، واحد من اللي اكتشفه من كابتن بدر رجب النهارده كان في زياره للنادي الاهلي، وايضا موجود في تدريبات قطاع الناشئين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. محمد النني النهارده موجود مع اللعيبه، مع الكابتن بدر رجب، مع الكابتن خالد بيبو، مع كل فريق واعضاء فريق 2008. هو احنا النهارده كان عندنا تمرينه مع الفريق بتاع 2008، محمد اصر ان هو يجي يبارك لي، وكان نازل اجازه يعني، ويعني كان جاي لي وهو حتى مش نايم يعني، فرحان جدا ان انا رجعت النادي، لان انني اهلاوي عظيم يعني. والاكتشافات، احد الاكتشافات العظيمه اللي اكتشفتها واللي اضافت لبدر رجب كان من ضمنهم النني، واصر جدا يجي يسلم عليا ويبارك لي. وكان معايا كابتن خالد ديبو، وكان معايا كابتن وليد سليمان، وكابتن احمد ناجي، وكابتن ابو عظيم، الجهاز بتاعنا اللي موجود، واصر يتصور مع الاولاد بتوع 2008، وكان سعيد جدا. وانا بصراحه اتشرفت بيه، لان انا ده نموذج حي للعيبه اللي موجوده، او لاي حد عايز عنده طموح عايز يمثل النادي الاهلي، ان احد الاولاد المخلصين اللي كان موجود في النادي الاهلي كافح منذ الصغر وعمل نفسه بنفسه، ولاعيب عصامي وصل لاكبر الانديه في العالم الا وهو نادي الارسنال الانجليزي. انا شايف دلوقتي هو بيكلم اللعيبه، ابرز الحاجات اللي قالها النهارده، النصايح اللي قدمها محمد النني للعيبه النهارده من خلال خبراته الكبيره طبعا. قال لهم كلام جميل جدا، يمكن كان اتعلمه وهو صغير قد ايه اللعيب لازم محتاج راحه بعد يوم شاق بيشتغل فيه، سواء في الدراسه او في التدريب. تشرب ماء جديد تعوض السوائل اللي انت فقدتها في التدريبات او خلال اليوم. تكافح، لان كره القدم دلوقتي بقت حرب. حرب حتى من ضمنها ما بتقول انا بلعب براس حربه. انت اوريدي بتحارب عشان تبقى لعيب كوره، لازم يبقى عندك طموح ويبقى عندك ثقه ان ربنا هيكرمك طالما انت بتلعب وبتأدي اللي عليك وبتعمل مجهود كبير. بالتالي هيبقى ليك تواجد في اكبر الانديه، مش شرط في مصر بس، زي ما هم عملوا وخرجوا بره وبقوا لعيبه مميزين بيلعبوا في اكبر الانديه في العالم، وطلعوا من النادي الاهلي. ودي دفعه كبيره جدا، لان احنا النادي الوحيد في مصر اللي طلع حوالي من 14 ل 16 لعيب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي احترف في اوروبا. ان شاء الله بحلم وبدعاء كل الجماهير الاهلاويه المخلصه والناس المحبه لبدر رجب ان انا اعيد التجربه دي، وتبقى الله. اضافه للنادي الاهلي، وتبقى اضافه للمنتخبات المصريه، اما يبقى عندنا لعيبه هتسافر بره ان شاء الله. ان شاء الله قادر عليها كابتن بدر. دي نصايح محمد النني للعيبه. عايز بقى اعرف الكواليس ما بينك وبين النني والحكايات الحلوه بتاعت زمان. لا، النني ده لعيب عظيم. النني ده كان النني ده كان ولد من الناس اللي عارف اللي هم تحب تهزر معاهم، لان النني كلامه قليل قوي، وولد بتاع ربنا، وولد مخلص جدا لاهله، خير جدا مع اهله، سواء مامته الله يرحمها او بابا الكابتن ناصر النني، احد اللعيبه العظماء من بلديه المحله ومن احرف اللعيبه كره شراب في مصر. على فكره يعني النني من عيله كرويه حقيقه، والده لعيب كبير ما شاء الله. كواعده كرويه. وبقول لك انا النهارده اتفقت مع النني، انا شفت ابنه اما كنت عنده، كان مضيفني قبل كده السنه اللي فاتت. فاختبرت ابنه في حمام السباحه عنده في الفيلا بتاعته، فقلت له يا نني الولد ده هيبقى احسن منك، فبعد اذنك هاته النادي الاهلي وانا اوديه الارسنال كويس يطلع عن طريقنا يعني. كويس. فدي من الحاجات اللي كانت بيني وبين النني يعني كواليس كده خفيه. لكن قال لك يعني البطوله ال 11 يا كابتن بدر، تتويج الاهلي البطوله ال 11. اولا كان سعيد جدا 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 بالنادي الاهلي، لان بيقول لي في اوروبا بيعتبروا النادي الاهلي من الانديه الكبار. الانديه العظيمه اللي هم حتى خصوصا ان هم بيلعب كاس عالم الانديه. فبيلاعب فرق كبيره وبيشوفوا الاداء بتاع النادي الاهلي والروح اللي بيحبوا بيها، هم مستغربين جدا ان كل الناس دي حتى اللعيبه اللي بتبقى من بره عندها نفس الاصرار ونفس الروح. وده ما بقاش موجود في كل الانديه في العالم. فبيقول لك ان الاهلي ليه مدرسه خاصه في التعامل مع لعيبته والتعامل مع البطولات الكبيره. بالتالي كان فرحان جدا 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 جدا، وبارك لي وبارك لي اما انا جيت حتى قال لي وشك حلو، قلت له يا سيدي انا عايز ابقى وشي حلو على طول على النادي الاهلي. ان شاء الله دايما وشك حلو يا كابتن بدر حبيبي، وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق وفي المهمه القادمه، وايضا في الاختبارات اللي هتنطلق بعد كام يوم كده، وانت ان شاء الله قدها ودود باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي، بس انا عايزك يا اسامه تنوه ان كل واحد ان شاء الله ان شاء الله ياخد حقه ان شاء الله، وما تقلقوش خالص وما تضغطوش على اولادكم، نصيحه لاولياء الامور، سيبه يلعب ويستمتع، هو ما يستمتع احنا هنستمتع بيه، هيبقى موجود معانا. لكن انت ما تضغطوش، ما تقولوش امسك الكوره ورقص لوحدك، سيبه هو، احنا هناخد حاجتين، انا بغششهم اهو قبل ما امني معاك، احنا هناخد شخصيه وقرار.
هناخد لعيب الكوره عنده شخصيه وعنده قرار حتى في السن الصغير. هما ليه بيختاروا رئيس الفصل في السن الصغير في الابتدائي؟ هو ده مدرك؟ مش مدرك، لكن شخصيه، عشان كده بيبقى رئيس الفصل. وعنده قرار يقدر ياخده حتى لو المدرس مش موجود. كذلك اللعيب بالنسبه لنا كده، التعامل مع المدرب، التعامل مع الخصم، التعامل مع الكوره، كل دي قراراته الشخصيه ان شاء الله تبقى اسس اختيار اللعيبه في الاختبارات. كلام مهم ونصائح مهمه لاولياء الامور واللاعبين ان شاء الله اللي هيلتحقوا باختبارات النادي الاهلي بدايه من يوم السبت. بنشكرك يا كابتن بدر، شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وزي ما انت عودتنا دايما في اكتشاف المواهب، ان شاء الله خلال الفتره القادمه نشوف مواهب ومواهب للنادي الاهلي.